السلام عليكم، انا الدكتوره امل بوزيان. جيت نهضر لكم اليوم على المشاكل اللي يقدروا يوقعوا في الفتره الثالثه ديال الوضع، اللي هي الفتره ديال لا ديليفرانس او لا الخلاص، يعني الفتره اللي نورمالمون كتقلع فيها المشيمه باش كتنزل. في هذه الفتره هي فتره تقدر تكون حرجه، يعني الولاده ما كتوقفش عند خروج الجنين، كيون هذه الفتره حتى هي عندها بعض المشاكل اللي يقدروا يوقعوا فيها. مثلا المشكل اللي كنخافوا منه بزاف هو مشكل ديال ليموراجي نزيف، تيقدر يكون بعض المرات في ديك الوقت اللي كيتقلع فيها المشيمه تيكون معها نزيف كبير، وهذا المومون يعني شويه حرج كيخصنا دغيا، تيقدر الطبيب كيخصو دغيا يلقى المشكل، حيت بلوس فيت غادي يلقى المشكل بلوس فيت غادي يلقى الحل ديالو. في هذه الفتره اوسي تيقدر يكون بعض المرات ما تتقلعش المشيمه، يعني ما كتبقى كيبقاو الخوات وسط المراه، وهذا حتى هو تيقدر يشكل خطر، لانهم الا بقاو تيقدر يبقى النزيف مستمر وتيقدر يبقى من بعد يكونوا ميكروبات. بعض المرات كاين بعض المشاكل اخرى اللي كتقدر توقع، بحال بعض المرات كتوقع شي جلطه دمويه، كتقدر تمشي للرئتين، وكاين بزاف المشاكل. يعني المهم اننا فاش كيوقع الولاده كيبقى دائما خص المراه تكون سورفي، يعني كتبقى دائما المراقبه ديالها على الاقل مده ساعتين ما بعد الولاده، وهذه مهمه لان ديك الساعه باش كنحيدوا داك الخطر الكبير اللي كيكون اثناء الوضع. وشكرا.